أتوقع أن تكون القراءة الثانية بعد شهر رمضان المبارك، وبهذه القراءة الثانية ستكون المناقشات والملاحظات المطروحة من اللجنة المالية والتعديلات اللازمة بين الأبواب وتخفيض بعض الأمور. هناك توجه لإمكانية تقليل العجز من 64 تريليون إلى 30 تريليون قدر الإمكان، بالخصم من الجوانب التشغيلية الاستهلاكية التي لا تؤثر على البرنامج الحكومي.